بسم الله الرحمن الرحيم الآن نبدأ التطبيق العملي نستحضر عددا من المستحبات أولها اختيار الموضع الطاهر وأنا في موضع طاهر وكذلك استقبال القبلة وأنا الآن مستقبل للقبلة كذلك السواك وإن بأصبع كما يقول الفقهاء فإما أن يكون كذلك السواك قبل الوضوء أو قبل المضمضة وفي كلا الحالين إذا كان قبل المضمضة لأن المضمضة ستخرج الأوساخ هذه ثلاث مستحبات النية وهي أول فرائض الوضوء النية بأن ينوي إما الوضوء ينوي فرض الوضوء أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الممنوع هي تطلب عادة قبل أول مفروض ولكن كذلك النية مطلوبة على جهة السنية قبل السنن ليحصل للمتوضئ أجر السنة فمن جاء في مكان طاهر وكذلك استاك واستقبل القبلة إنما يريد بذلك الوضوء فإذا نوى قبل فعل السنن ونوى فرض الوضوء أيش أو نوى فعل الوضوء الشامل للفرائض والسنن والمستحبات عموما فبذلك يكون قد أتى على النية الواجبة فإما أن ينوي نية خاصة بهذه السنن أو ينوي فرض الوضوء عموما بعد ذلك التسمية ويقول بسم الله أول فعل من أفعال الوضوء أن يغسل يديه إلى الكوعين ثلاثا قبل إدخالهما للإناء إذا كان الإناء صغيرا كهذا الإناء وكذلك أيضا لا يفوتني أن أذكر أن تقليل الماء من المستحبات وليس قلة الماء لذلك أتيت بهذا الإناء الذي يزيد فيه الماء عن حاجتي لأن المطلوب تقليل الماء لا قلة الماء إذا كان الإناء مفتوحا يضعه عن يمينه وإذا كان الإناء غير مفتوح يضعه عن يساره ليكون أعون في التناول فإذا كان عن يساره وهو مغلق تناول بيده اليمنى وإذا كان عن يمينه غرف عن يمينه مباشرة أول سنة من سنن الوضوء غسل اليدين ثلاثا إلى الكوعين قبل إدخالهما للإناء إن كان الإناء صغيرا ويمكن كذلك أن يميله والسنة تحصل بغسلة واحدة فالثانية والثالثة هذه مستحبة ويغسل كل يد على حدة كما أصنع الآن فيغسل يده اليمنى ثلاثا يغسلها ثانية وقد أتى بالسنة في الغسلة الأولى ويغسلها بعد ذلك الثالثة ثم يغسل اليسرى كذلك ثلاثا هذه الأولى وكذلك الثانية وكذلك الثالثة بعد ذلك المضمضة والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته ثم مجه هذه سنة والمضمضة الثانية والثالثة تكون مستحبة وكون المضمضة بثلاث غرفات مستقلة عن غرفات الاستنشاق فإدخاله ثم خضخضته هذه الأولى وقد حصلت بها السنة هذه الثانية المستحبة وهذه الثالثة المستحبة السنة التالية هي الاستنشاق وهو جذب الماء إلى أنفه بنفسه ثم بعد ذلك سنة وهو أن يدفعه بالاستنثار أي يدفعه من أنفه هكذا وأن تكون بثلاث غرفات مستقلة ويستحب أن يجعل يديه في طاقة الأنف بل يكره أن ينثر أنفه أو أن يستنثر دون وضع يديه كما كان ذلك يقوله الإمام مالك بأنه ينثر كما ينثر البغل فيستنثر هكذا ولا يعني يبالغ في الاستنثار إنما يبالغ في الاستنشاق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في المضمضة وكذلك الاستنشاق إن كان مفطرا هذه الثانية وهذه الثالثة بعدما ننتقل بعد ذلك لأول فرض من الفرائض العملية سبق ذلك النية لكن أول فرض من الفرائض العملية هو غسل الوجه وعلمنا أثناء مدارستنا للمتن حدود الوجه طولا وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له ولمنتهى اللحية لمن كانت له لحية فمنابت شعر الرأس المعتاد هي هذه ومن وضع يده اليمنى هكذا ووضع يده اليسرى واليمنى هكذا فملتقى أصابعه هي منابت شعر الرأس المعتاد هذا يخرج به الفقهاء الأنزع والأصلع وكذلك الأغم أما الأصلع فلا يجب عليه أن يغسل ما كان من رأسه أي إلى منتهى أو إلى مبدأ
منابت شعر رأسه، كذلك يجب على الأغم أي وهو من نبت له شعر ها هنا في جبهته أن يغسل هذا الموضع، لأن هذا الشعر نبت في موضع الوجه وهو مما يجب غسله. كذلك يخرج هذا القيد أو هذا اللفظ يخرج الأنزع، وهو من كذلك انحسر شعره جهة يعني ما كان فوق الصدغين، فهذا يجب عليه لا يجب عليه أن يغسل هذا الجزء لأنه من الرأس أصلا، وإنما يكون إذن حينئذ هذه هي حدود الوجه طولا إلى منتهى الذقن كما ذكرت. هذا هو الذقن، ما كان تحته هذا ليس من الوجه، وإنما يعني الذقن هو ملتقى اللحيين، ما كان تحته فهذا ليس من الوجه، وإلى منتهى اللحية لمن كانت له لحية، هذه حدوده طولا. أما حدوده عرضا فمن وتد الأذن إلى وتد الأذن، هذه حدوده عرضا، ما كان من البياض فوق الوتد فهذا ليس من الوجه، وما كان من البياض تحتهما فهذا من الوجه، أي أنه يجب غسله. ما كان فوق الصدغين هذا من الرأس، أي أنه داخل في حدود الرأس فلا يغسل وإنما يمسح، كذلك الشعر الذي ها هنا. هذا المقدار كما يقول الفقهاء مما يجب غسله ومسحه، مما يجب غسله أي إدخال جزء من الرأس حتى يتحقق الغسل، وكذلك سيمسح حينئذ عند مسح الرأس. هذه حدوده طولا وهذه حدوده عرضا. يجب عليه أثناء غسل وجهه أن يتتبع ما غار من عينيه، وكذلك أن يغسل وترته إذا كانت هناك تكاميش وأسارير في جبهته، كذلك ظاهر شفتيه إذا أطبقهما إطباقا معتدلا هكذا بهذه الطريقة، لأن هذا الظاهر من ظاهر الوجه فيكون تابعا له في الغسل. إن كانت له لحية خفيفة فيجب عليه أن يغسلها ويخللها، أي يوصل الماء تحتها، لأن اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة تحتها يجب عليه أن يخللها. إذا كانت لحية كثيفة، وكذلك كل شعر في الوجه هذا حكمه، إذا كان خفيفا أو كان كثيفا فالحكم واحد، كان حاجبا أو شاربا أو عنفقة، فإذا كان خفيفا يجب عليه تخليله، تخليل الشعر، وإذا كان كثيفا لا تظهر البشرة تحته لا يجب عليه تخليله، ومع ذلك يجب عليه أن يوصل الماء لما ظهر منه وإن لم يصل به إلى بشرته. إذن هذه حدود الوجه وهذا ما يجب أن يغسل. الغسلة الأولى إذا أوعبت وهي الواجبة تكون الثانية والثالثة مستحبة، فهذه هي الغسلة الأولى، ومن المستحب أن يبدأ بمقدم الوجه. هذه الغسلة الأولى إذا أوعبت فإن الثانية كما ذكرت تكون مستحبة، يبدأ بأعلى وجهه ويتتبع ويغسل وترته ويوصل الماء إلى ما ظهر من لحيته ولا يخللها إذا كانت كثيفة، ثم يغسل الغسلة الثالثة. ننتقل بعد ذلك للفرض التالي، وهو غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، وهذان هما المرفقان، أي بإدخال المرفقين. ومما يجب في غسل اليدين تخليل أصابع اليدين. نتذكر كذلك المستحبات، وهو البدء بمقدم العضو، فنغرف الغرفة الأولى. ومما ينبغي كذلك التنبه له غسل كف اليد أو غسل باطن اليد، فهذا مما لا يتنبه له كثير من الناس. فنغرف الغرفة الأولى ثم نميل اليد ونمر باليد في الدلك على نمر باليد الأخرى في الدلك على اليد، وأخلل الأصابع هكذا. هذه الغسلة الأولى. الغسلة الثانية تكون مستحبة، والغسلة الثالثة تكون مستحبة. ثم أغسل اليد اليسرى، وتقديم اليد اليمنى على اليسرى من المستحبات كما عرفنا. فهذه الغسلة الأولى مع تخليل أصابع اليدين، وهذه الغسلة الثانية المستحبة، وهذه الغسلة الثالثة المستحبة. الفريضة التالية هي مسح جميع الرأس، وعلمنا ضمنا قبل قليل أن منابت شعر الرأس المعتاد منها يبدأ أو تبدأ حدود الرأس إلى نقرة القفا، ومن كان له شعر طويل كالرجل أو المرأة فإنه يجب عليه كذلك أن يتبع مسحه ما استرسل من شعره، يأخذ ماء قليلا يبل به يده ثم يمسح هكذا. وعلمنا أن ما كان فوق الوتدين فإنه يعتبر من الرأس، وكذلك شعر الصدغين فيمسح رأسه هكذا. هذه المسحة هي الواجبة. إذا بقي في يده بلل فإن رد المسح
سنة فيرد مسح رأسه إن بقي في يده بلل وإلا فلا يرد مسح رأسه إن لم يبقى في يده بلل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى سنة أخرى وهي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. هذه الأذن ظاهرها هو هذا وباطنها هو هذا، لأنها كما يقول الفقهاء كانت كالوردة ثم انفتحت، وكذلك مسح الصماخ وهو الثقب الذي يكون داخل الأذن، ولا فرق عندنا أين هو الظاهر والباطن لأن الحكم فيهما واحد، فيأخذ بيده ويجدد الماء وتجديد الماء لهما سنة، فيبل يده ثم بعد ذلك يمسح أذنه بهذه الطريقة. المسح لا يثنى ولا يثلث، بل يكره تكرار المسح كما تعرفنا على ذلك، فلا يكرر مسح رأسه وكذلك لا يكرر مسح أذنيه. ننتقل بعد ذلك للفرض التالي وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان بمفصلي القدمين. ومما ينبغي التنبه له أثناء غسل القدمين تتبع الأخمص وكذلك الأعقاب وما يكون في باطن القدم. ومما يستحب في غسل القدمين تخليل أصابع القدمين، فالتخليل ها هنا ليس واجبا كما هو الحال في غسل اليدين. فنأخذ الغسلة الأولى ويكون التخليل من الخنصر من أصابع القدم، هذه الغسلة الأولى. تكون الثانية مستحبة والتخليل بأي صفة كانت، وإن كان الفقهاء يستحبون أن يكون التخليل من الخنصر ويكون كذلك من الأسفل. خلي الأصابع اليدين من علو والرجل من أسفلها تخلل، هذه الغسلة الثالثة. الغسلة الأولى وتقديم الرجل اليمنى على اليسرى مستحب. الغسلة الأولى إذا أوعبت كذلك في القدم اليسرى تكون الغسلة الأولى هي الواجبة، هذه الغسلة الثانية المستحبة مع التتبع والتعهد، وكذلك الغسلة الثالثة. هذه إذن صفة الوضوء الكاملة الشاملة على الفرائض والسنن والفضائل والخالية بإذن الله تعالى من المكروهات. لا يفوتني كذلك أن أذكر بأن من الفرائض الدلك، وقد أتينا بالدلك في جميع المغسولات، والدلك هو إمرار اليد على العضو وهو دلك باليد خفيف مع صب الماء أو بعده. كذلك الموالاة وهي من الواجبات، أي أنه لا يفصل بين الفرائض بزمن طويل بمقدار جفاف العضو المعتدل في الزمن المعتدل. كذلك لا يفوتني أن أذكر أن من السنن ترتيب الفرائض في نفسها، وقد أتينا بالفرائض مرتبة، فأتينا بغسل الوجه قبل غسل اليدين وغسل اليدين قبل مسح الرأس، ومسح الرأس أتينا به قبل غسل الرجلين إلى الكعبين. وترتيب السنن في نفسها ومع الفرائض من المستحبات، هذه إذن الصفة الكاملة. فقط أذكر بأن